ياسر نور الدين مراسل اكسترا نيوز من نيويورك، ارحب بك معنا في هذه النشره. ماذا عن اخر التفاصيل المتعلقه باعاده الفرز في هذه المقاطعه في ويسكونسن ياسر؟ في البدايه اهلا بك نانسي وبالساده المشاهدين. كما تفضلت بالفعل تقدم جو بايدن في هذه الولايه مره اخرى، وقد مني مرة ثانية وثالثة دونالد ترامب بهزيمة وبتحقيق جو بايدن انتصار مرة تلو الأخرى في هذه الولاية وغيرها. قد سوف تدفع حملة دونالد ترامب ما يقرب من 3 ملايين دولار أمريكي جراء أنهم أقاموا هذه الدعوة وأرادوا أن يقوم هذا الفرز منذ أكثر من أسبوعين نانسي. ويقوم دونالد ترامب وحملته الانتخابية بإقامة دعاوى كثيرة، قال أحد مستشاري السابقين بأنه قد هزم وفي أكثر من 28 دعوى قضائية رفضت جميعها بالكامل. كان هناك أيضا في ميشيغان خسر مرة أخرى يعني عدد من 120 صوتا لصالح جو بايدن. الجميع هنا في الولايات المتحدة الأمريكية ينشغل انشغال كلي وجزئي بفيروس كورونا وما يتم، ولكن دونالد ترامب وحملته الانتخابية يصرون على هذا الأمر. وهذه الدعاوى التي يخرج سكرتير جورجيا على سبيل المثال سابقا ليقول أنه ليس هناك أي تزوير في الانتخابات على الرغم من الهامش البسيط الذي حصل عليه جو بايدن. أيضا في بنسلفانيا كما تعلمين نانسي قد تفوق مرة أخرى بعد الفرز أيضا سابقا جو بايدن. الأمور كلها تسير إلى يوم 20 يناير نانسي وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وفي سن 78 عاما، وهو سوف يكون الرئيس رقم 46. ولكن ما يعكر هذا الصفو هو ما تقوم به وما يصر عليه دونالد ترامب في تغريداته المستمرة وفي حتى لقاءاته، حيث قال مؤخرا أيضا بالأمس إذا كان جو بايدن يريد الذهاب أو دخول البيت الأبيض فلابد له أن يبرر ويثبت من أين أتى ب 80 مليون صوت انتخابي قد حصل عليهم. ولكن في النهاية سوف تسير الأمور إلى 14 من الشهر القادم في شهر ديسمبر إن شاء الله للتصويت الانتخابي كما تعلمين من المجمع الانتخابي للحكم النهائي، وحينها لن تصبح لدونالد ترامب أو حملته الانتخابية أي صفة قانونية بإقامة أي دعاوى أخرى. أنا بشكرك شكرا جزيلا ياسر على كل هذه التفاصيل. ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز من نيويورك، شكرا جزيلا لك.